الجزائر، فاحنا نحب العالم كله الا من يعادينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اهلا بكم في قناة ميليتري انسكوب. حد خد باله من الجملة دي؟ اسمع كده. اود ان اشكر الرئيس الجزائري على كونه وجد متسع من الوقت لياتي الينا. الكل من الحضور يفهمون ما معنى الوصول الى موسكو والانضمام الينا في هذا المنتدى. الجملة دي معناها قوي جدا، معناها ان مش اي حد يقدر يزور روسيا في الظروف دي. هات لي دولة في العالم تقدر تزور روسيا في الظروف دي. محدش يقدر يزور روسيا اللي مفروض عليها عقوبات من الغرب وبتحارب حلف الناتو. مين يقدر يتجرأ ويزور روسيا في الوقت ده؟ لكن الجزائر رغم كده قدرت. اسمع كده تاني. أود أن أشكر الرئيس الجزائري على كونه وجد متسع من الوقت لياتي الينا. الكل من الحضور يفهمون ما معنى الوصول الى موسكو والانضمام الينا في هذا المنتدى. بوتين ذكي وفاهم ان الجزائر اخذت خطوة كبيرة ومهمة، والخطوة دي هتزود الثقة اكتر بين البلدين. وكلنا اخذنا بالنا في حلقة امبارح من ابتسامة بوتين واعجابه بعد رد الرئيس تابون على سؤال الضغوطات على الجزائر علشان ما تشتريش سلاح من روسيا. وساعتها قال الرئيس تابون الرد التاريخي ان الجزائريين ولدوا احرار. وابتسامة بوتين بتبين اعجاب واحتياج بوتين للدول الحرة في صفه ضد الهيمنة الغربية. وكمان الرئيس تابون كان ذكي في الرد ده، ما قالش ان جيش الجزائر قرر يشتري سلاح من روسيا وخلاص، لكن لا، وصف الشعب الجزائري بالحر في تصرفاته وقراراته. وكلنا عارفين ان الشعب هو الجيش، هو النظام. كان ذكي جدا بصراحة. عاوز اتكلم في نقطة مهمة. كان في تشكيك في وساطة الجزائر في ملف الحرب الروسية الاوكرانية، لكن الرئيس بوتين اثناء اللقاء اثبت ان الجزائر تبذل مجهود في الملف ده بالفعل، مش اي كلام. عجبني جدا وصف بوتين الرئيس الجزائري بالزعيم واعرب عن حبه للشعب الجزائري. فخامة الرئيس الجزائري كونه زعيما الجزائر، نحن نحب الشعب الجزائري. بوتين ذكي جدا، بوتين عارف ان الشعب الجزائري لو حد اكرمه الجزائريين هيشيلوه فوق راسهم، ولو حد اتكبر عليهم هيحطوه تحت رجليهم. واعتقد اول مره رئيس خارج الجزائر يعترف بوجود 1.5 مليون شهيد جزائري من عام 1954 الى 1962. منذ 1954 والى 62 انتم حاربتم من اجل الاستقلال، وانتم خسرتم 1.5 مليون شخص. واحد هيقول لي مش مهم عندنا روسيا ومصر تعترف بعدد شهداء الجزائر. يا بيه، روسيا دولة لها مقعد دائم في مجلس الأمن، وممكن تساعدنا في المطالبة بتجريم فرنسا أثناء فترة استعمارها في الجزائر. اصحى معايا الله يخليك. وكمان عجبني لما اتكلم عن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر. في 63-64 الجيش الفرنسي أجرى تجارب نووية في الصحراء. تحس كده روسيا عاوزة تنبه الجزائر ان فرنسا حليف غير موثوق فيه. انا دايما مش بثق في فرنسا عموما، يعني انا بقول كده بناء عن ايه؟ فاكرين بعد زيارة الفريق اول شنقريحة الى فرنسا، طلع وزير خارجية روسيا لافروف في لقاء مخصص عن الجزائر والعلاقة بين البلدين، وساعتها رمى جملة كده اتكلمت عنها قبل كده، تعتبر اعتقد زي تنبيه للجزائر من ان فرنسا في العلن غير فرنسا في الخفاء. اسمع كده الجملة دي وخد فنجان قهوة من برج بوعريريج وفكر كده مع نفسك وزير خارجية روسيا يقصد ايه. لمنافسها الجزائر مثل غالبية البلدان دولة تحترم نفسها وتاريخها ومصالحها التي على أساسها ترسم سياساتها، وليس على أساس اتفاقات ما أبرمت خلف الكواليس مع الذين يبدو أنهم يعدون أمرا جيدا، ولكنهم في الحقيقة يحاولون تقويض المصالح المشروعة لمن يسمونهم بالشركاء. الكلام ده قاله في لقاء تم تجهيزه مخصوص علشان يتكلم عن الجزائر، وبعد زيارة شنقريحة إلى فرنسا. خلي بالك أصلا روسيا مش بتثق في فرنسا، وفاكرين موضوع الترابيزة الطويلة. المهم، علاقة الجزائر وروسيا قوية وزادت قوة بعد زيارة عم العالم إلى روسيا، عم تابون.
وقبل نهاية الحلقة هبعت تحية لكل الجزائريين اللي كتبوا لي آخر حلقة، هم ما شاء الله كتير استحملوني، ده أقل شكر أقدر أقدمه ليهم، تحياتي ليهم. تحياتي لولاية البيض وباتنا خصوصا بوزيد وسطيف، خاصة العلمة وجبال بابور وعين والمان وصالح باي ومدينة أفرط وعين الحمراء وكل الهضاب الشرقية، وتحياتي للقراص خصوصا الشاوية وجبل الجرف والنمامشة، وتحياتي لأم البواقي خاصة عين مليلة وعين البيضة ومسكيانة، وتحياتي لولاية سعيدة وسكيكدة خاصة مدينة القل وبودوخة وأولاد عطية وصالح بالشعور، وتحياتي لتلمسان خاصة نضرومة، وتحياتي الجيجل خاصة الملية، وتحياتي العنابة والجلفة خاصة عين والصارة، وتحياتي لعاصمة الغاز حاس الرمل، وتحياتي لتبسة ومستغانم وقالمة والمدية وغليزان وميلة وقسنطينة والعاصمة خصوصا دايرة زردلة وهاب من باب الوادي وبرج الكيفان وحي الباخرة المحطمة والرغاية وكليتوس، وتحياتي للشلف وبليدة ورقلة وتمنراست على حدود الجزائر والنيجر، وسوق أهراس خاصة بوعقال فريد مدوروش وتورة ولاية الميديا خاصة البرواقية، وتحياتي لولاية الطارف عين الكرمة وبو حجار، وتحياتي لسيدي بالعباس وبو مرداس والمعسكر دائرة البرج وهران وعين الدفلة العطاف، ولاية تيزي ووزو وغرداية خاصة متليلي الشعبنة وتقرت وفوكة في تيبازة تقريبا، وولاية تيارت، وتحياتي لبسقرة وسيدي عيسى في المسيلة والأغواط أصحاب معركة الشوابير وخنشلة والبويرة، ومن خارج الجزائر بعتولي من كندا وفرنسا والعراق وعدن في اليمن وموريتانيا وإيطاليا وتونس. حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.